قلبي. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. تعرض المهاجم برنارد موريسون لإصابة خطيرة خلال تدريبات الجيش الملكي الذي يستعد لمواجهة الوداد يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة. وكشف النادي العسكري في بيان الأحد أن اللاعب الغاني تعرض لقطع في الرباط الصليبي بعد تشخيصه بالرنين المغناطيسي والقيام بالفحوصات الضرورية. توقع الطاقم الطبي للجيش غياب اللاعب لمدة أشهر، وهو ما يعني انتهاء موسم، وسيخضع لعملية جراحية في غضون الأيام القليلة المقبلة. وكان الجيش الملكي قد تعاقد مع موريسون الصيف الماضي بناء على توصية من المدرب التونسي نصر الدين نادي، الذي دربه في الموسم السابق برفقة يانج أفريكانز التنزاني. كما لعب موريسون أيضا لسيمبا التنزاني وأورلاندو بيرات الجنوب أفريقي ومازيمبي وموتيما بيمبي الكونغوليين، بالإضافة لأسانتي جولد الغاني. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب.